في الساعات الأخيرة من عمره الشريف، نادى الإمام الحسين بأعلى صوته مودعا أهله: يا أم كلثوم، ويا سكينة، ويا رقية، ويا عاتكة، ويا زينب، يا أهل بيتي، عليكن مني سلام. رقية، طفلة الإمام الحسين ذات 4 سنوات تقريبا، رأت تلك الطفلة الصغيرة مأساة كربلاء بعينها. رأت الأعداء يقتلون أبناء وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام في تلك الصحراء المقفرة. وبعد تلك الملحمة أخذت مع الأسيرات من بيت النبوة. عاشت معهن مأساة السبي من كربلاء إلى الشام، وعاينت طعنات كعب الرماح وضرب السياط حتى ازرقت أضلاعها. درب طويل، درب قسوة ومآس ودمع غزير، ما فارق عينيها الصغيرتين حزنا على فراق والدها العزيز. أثناء مكوثهم بدمشق الشام، أودع أهل البيت عليهم السلام في خرابة بلا سقف ومتداعية الجدران بالقرب من قصر يزيد. وفي إحدى الليالي رأت السيدة رقية أباها في منامها، فاستيقظت وهي تطلبه وتصيح وتبكي. ولما تعالى صوت البكاء من تلك الخرابة، أمر يزيد جلاوزته أن يأخذوا رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى تلك الطفلة الصغيرة. فأتوا بالرأس الشريف في طبق مغطى بمنديل ووضعوه بين يديها. يصور لنا المعصوم عليه السلام تلك اللحظات بقوله: السلام عليك يا محزونة تنادي يا أبتاه، من الذي خضبك بدمائك؟ يا أبتاه، من الذي قطع وريدك؟ يا أبتاه، من الذي أيتمني على صغر سني؟ يا أبتاه، من لليتيمة حتى تكبر؟ وضعت تلك الطفلة الصغيرة فمها على فم والدها الشريف وبكت بكاء شديدا حتى غشي عليها، لتفارق الحياة بعد ذلك. توفيت السيدة رقية بعد وفود الركب الحسيني إلى الشام 4 أيام، أي في 5 من شهر صفر سنة 61 للهجرة، ودفنت في المكان الذي ماتت فيه، وهي أول هاشمية ماتت بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام. يتيمة أرض الشام، ألف تحية إليك وقلبي بالمودة ينطق. ما أدري واقع لو حلم، وأنا اللي بعيوني شفته، يم راسي واقف مبتسم.